المدى المباشر برفقتنا، وانت جاي من بعيد على مد بصرك في شارع الغابه بشوف تحف فنيه زاهيه، هي بتؤكد على حرفه مميزه وممتازه وعلى مجهود جبار. هذه التحف الفنيه الراقيه ممزوجه بالابانوس وبشريان السودان وبجنوب السودان الشقيق. نتابع ارزاق ومن ثم نعود نواصل ما تبقى من صباح الشروق برفقتكم مشاهدينا. التحف والمخطوطات الخشبية هي إحدى الصناعات اليدوية المنتشرة في السودان، والتي تعتمد على الأخشاب المحلية كمادة خام يدعمها التفكير والخيال الواسع في اختيار التصاميم والأشكال الجمالية المعبرة عن مواهب عديدة لقطاع كبير من الفنانين المهرة الذين يتسابقون في ابتكار التصاميم المختلفة حتى صارت لهم حرفة يعملون بها. سايمون كان أحد الحرفيين الذين يعملون بهذه المهنة. بيشتغل على العينات المختلفة دي للأناتيق والتحف اللي زي ما هم شايفين هسه، يعني بنصور إنه في الغسلان وأفيال والأفارق دي. يعني أصبحت المنحوتات الخشبية من تحف ومخطوطات يدوية محل اهتمام المواطنين كواحدة من مكونات زينة المنازل التي تناسب ذوق الأسر السودانية. طبعا بنجي سوق التحف والأناتيك، الواحد لما يكون عنده الغرض بتاع هدية، في غرض بتاع تنظيم المنزل أو في حاجة جديدة نعملها لتزيين المنزل، فبنجي هنا محل الأناتيك. ولو جيت عينت الأناتيك دي بتلقاها حقيقي صناعة يعني خفيفة. تنظر وزارة السياحة إلى التحف والمخطوطات بأنها في فلكلور سوداني تتعدد فيه ثقافات الإنسان السوداني وفق العوامل البيئية المحيطة به في الأقاليم المختلفة. تحول كبير شهدته صناعة التحف من مادة بسيطة إلى معروضات تجارية انتشرت مواقعها. الاهتمام المتزايد بالتحف والمخطوطات والمنحوتات الخشبية من قبل مكونات المجتمع المختلفة بصورة كبيرة جعلها من أهم المقتنيات الأثرية، فهي لوحة جمالية تراثية تعبر عن هوية ثقافية سودانية.